يسعدني الآن أن ألتقي بنجم المنتخب التونسي ورجل هذه المباراة ومحرز الهدف الأول نجم نادي الزمالك فرجاني ساسي. برحب بك على تايم سبورتس. أعتقد الفوز النهاردة وبلوغ دور نصف النهائي وإنجاز لم يتحقق منذ 15 عام يعني الكثير للمنتخب التونسي واللاعبين والجمهور. عايز أخذ رأيك في هذا الإنجاز حتى الآن. الحمد لله يا ربي على الانتصار. مباراة ما كانت سهلة اليوم، كنا نعرفوا فريق منتخب مدغشقر كان عنده يوم راحة أكثر منا، لكن احنا حافظنا دخلنا مباراة أكثر عزيمة وأكثر روح. رغم ثم إرهاق لكن اليوم ورينا أكثر عزيمة وأكثر روح من منتخب مدغشقر. هذاك الحاجة اللي اليوم اللي عملت الفارق. مبروك لتونس والشعب تونس على الإنجاز هذا. بعد 5 سنين ما تعديناش النصف النهائي الحمد لله. كما قلنا الفترة الدورة الأولى ما كانش مردود متاعنا ممتاز، لكن ممكن المباراة الأخرى كان المردود متاعنا يتحسن. الحمد لله اليوم مباراة كانت ممتازة وانتصار مهم برشا، لكن إن شاء الله نركزوا. مازال عندنا مباراة مهمة إن شاء الله، إن شاء الله قادرين ونعرفوا عندنا ثقة في أنفسنا مش نمشي لبعيد إن شاء الله. فرجاني، مع عودتك للمشاركة أساسيا وأيضا بوجودك جنب زميلك السابق غيلان الشعلالي، أعتقد أعطت المنتخب التونسي الكثير من الانسجام في منتصف الملعب. فعايز أتكلم معاك، يعني هل ده مع الوقت بيدي قوة أكبر للمنتخب التونسي؟ أكيد المدرب عنده 23 لاعب وكلهم من نفس المتقاربين المستوى، ولكن يعني بعد 3 مباريات لقى التشكيلة الممتازة والتشكيلة اللي لازم يلعب بها المنتخب. غير شعيلة ممتاز، اللاعب اللي لعبوا في الوسط الميدان كلهم لاعبين ممتازين، وحتى اللاعب اللي على الاحتياط، لكن الحمد لله كنا مركزين وكنا أكثر حاجة هي اللي تغيرت في الدور الثاني وفي الدور مباراة الربع النهائي اللي هي كانت عندنا أكثر روح وأكثر إصرار. يعني في اعتقادي أنا مش تغيير تشكيل ولا تغيير لعيبة، أكثر حاجة هي كانت الروح اللي فينا وكانت العزيمة اللي عندنا اللي كنا حابين نعملوا حاجة. الحمد لله زلنا بروح أكثر وعزيمة أكثر، خلي المستوى بتاعنا يظهر أحسن. واليوم شفنا معنا سيطرنا بالطول بالعرض 3 أهداف، معناها الحمد لله انتصار ممتاز يرجع الكل. وبالنسبة لي أنا الفريق هو رجل المباراة. أكيد روح طيبة منك. طيب عايز أتكلم عن إنجاز 2004، المنتخب التونسي لم يحقق اللقب منذ 2004، ويمكن من هذا التوقيت لم يصعد المنتخب التونسي لدور نصف النهائي. يمكن هتواجه في المباراة المقبلة المنتخب السنغالي. أعتقد فرجاني المنتخب التونسي الآن أصبح عليه أن هو يحاول الحصول على هذا اللقب، لأن الكرة التونسية بصراحة تقدم مستويات جيدة في العام الماضية. الحمد لله كما قلت من 5 سنين ما وصلناش النصف النهائي. اول هدف كان احنا جايين للكاس افريقيا هو نوصل النصف النهائي، ده اول هدف. الهدف الثاني ان شاء الله عندنا مباراه صعبه ضد المنتخب السنغالي لازم نركزوا لها، ومن بعد ان شاء الله عادينا المنتخب السنغالي نفكروا في اللقب ان شاء الله.